بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من المدينة المنورة، وباعثها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف عين زاي راي يا، يسأل ويقول: علي بعض الديون، وأحيانا أعد أصحابها بأنني سوف أدفعها في الوقت الفلاني، وأحيانا أحلف أنني سوف أدفعها في الوقت الفلاني لكني أستثني. بعض الناس يقول: إن لم تدفعها في الوقت الذي حددت فسوف أدعو عليك. أرجو توجيه فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا. يقول بعض الناس يقولون: إن لم تفي بالموعد الذي ذكرت فسوف ندعو عليك وعلى أولادك، فهل في ذلك إثم علي إذا لم أكن وافية؟ جزاكم الله خيرا. هذا فيه تفصيل. إذا لم تفي لأنك عجزت عن الوفاء أنت معذور في هذا، أما إذا تساهلت كان عدم وفائك نتيجة التساهل والإهمال فإنك تأثم في هذا وتكون ظالما لأصحاب الحقوق، وربما يستجاب دعاؤهم إذا دعوا عليك لأنك ظلمتهم. أما إذا كنت عجزت عن الوفاء في الوقت المحدد فأنت معذور، ويجب عليهم الإمهال والإنظار. قال الله سبحانه وتعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وإمهال المعسر فيه فضل عظيم، من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نعم.